الأخبار الاقتصادية برعاية شركة كمران للصناعة والاستثمار. دعا مكتب الواجبات الزكوية بأمانة العاصمة سكان العاصمة صنعاء إلى المبادرة لتسديد زكاتهم كلا في وحدته الإدارية عبر فروع الواجبات الزكوية في مديريات العاصمة العشر. وحث المكتب المواطنين على اغتنام فضل شهر رمضان المبارك في أداء فريضات الزكاة الشرعية الواجبة عليهم شرعا، موضحا أن الإدارة العامة للواجبات بالأمانة وفروعها في المديريات سهلت عملية دفع كافة أنواع الزكاة للمكلفين، سواء الذهب أو زكاة المال والمدخرات وزكاة العقارات المؤجرة وغيرها على فترتين يوميا. تراجعت أسعار النفط للجلسة الخامسة على التوالي اليوم الأربعاء في أطول فترة خسائر لها منذ شباط، متأثرة بزيادة المخاوف من احتمال انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الزيادة المفاجئة في مخزونات الولايات المتحدة. وتراجعت اليوم العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتا إلى 49 دولارا و19 سنتا للبرميل، في حين هبط الخام الأمريكي 52 سنتا إلى 47 دولارا فاصل 97 سنتا للبرميل. تراجعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى له في حوالي 6 أسابيع خلال تعاملات اليوم، مدعوما بتوقعات عدم رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماعها هذا الشهر. وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 1289 دولارا و80 سنتا للأوقية، موسعا مكاسبه منذ بداية الشهر إلى حوالي 6%. وسجل الذهب المسعر بالجنيه الإسترليني أعلى مستوى له في حوالي 3 سنوات عند 910 جنيهات للأوقية، مع هبوط العملة البريطانية إلى أدنى مستوى لها في 8 أسابيع وسط تزايد القلق من احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.